الحكومة بتعلن عن زيادة جديدة في المعاشات وأيضا رفع نسب التأمينات، وفي تغطيتنا الآن نستعرض مع حضراتكم تفاصيل هذه الزيادة مع استعراض موعدها الجديد وأيضا من هم الفئات المستفيدة من تلك الزيادة. نستعرض مع حضراتكم في تغطيتنا الآن طرق الاستعلام عن المعاش. تعتبر المعاشات من أهم مصادر الدخل لكبار السن من الموظفين والذين تم إحالتهم إلى المعاش، وبينتظر الملايين منهم زيادة المعاش حتى يستطيعون تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم المختلفة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية. ومن جانبه أعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أمس عن زيادة الحد الأدنى للمعاشات من 1300 جنيها إلى 1495 جنيها، وذلك مع زيادة الحد الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني. وقال عوض في بيان رسمي عن الهيئة إنه سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيها بدلا من 2000 جنيه، مع رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني إلى 14500 جنيه بدلا من 12600 جنيها، اعتبارا من بداية العام الميلادي الجديد أي من 1 يناير لعام 2025. حيث أوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إنه سيترتب على ذلك زيادة الحد الأدنى للمعاش لكل من تنتهي خدمته اعتبارا من 1 يناير لعام 2025 إلى 1495 جنيها بدلا من 1300 جنيها، مع زيادة الحد الأقصى للمعاش ليصبح 11600 جنيه بدلا من 10080 جنيها. وفقا لما أعلنته الهيئة العامة، سيستفيد من هذه الزيادة 5 فئات من الشعب المصري. وأولا كل موظف مؤمن عليه وتنتهي خدمته في 1/1/2025 ويكون المعاش المقرر له أقل من 1500 جنيها. ثانيا كل من له معاش أقل من 1500 جنيها. وثالثا كل من يتقاضى معاشا بقيمة 10080 جنيها. ستتم الزيادة إلى 11600 جنيها. رابعا كل موظف مؤمن عليه بمبلغ أقل من 2300 جنيها سيتم رفع حد الاشتراك إلى الأجر التأميني له إلى 2300 جنيها. خامسا كل موظف مؤمن عليه بمبلغ 12600 جنيه سيتم رفع حد الاشتراك إلى الأجر التأميني إلى 14500 جنيه. من المقرر أن يزيد أصحاب المعاشات بزيادة جديدة في أجر المعاش الخاص بهم في 1 يوليو لعام 2025، حيث أن المادة 35 من قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2023 تنص على زيادة المعاش سنويا بحد أقصى 15%، ويكون ذلك في 30 يوليو من كل عام، على أن يتم صرف الزيادة في 1 يوليو من كل عام. أما عن طرق الاستعلام عن المعاشات، لتيسير عملية الاستعلام عن المعاشات وفرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عدة وسائل ميسرة. أولا عبر الموقع الإلكتروني، فالدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وتسجيل البيانات وإنشاء حساب جديد، وأيضا إدخال الرقم القومي والنقر على خانة الاستعلام عن المعاش. ثانيا عبر تطبيق الهواتف الذكية من خلال تحميل تطبيق التأمينات الاجتماعية وأيضا تسجيل البيانات اللازمة والاستعلام عن المعاش مباشرة.
ثالثا زيارة مكاتب التأمينات الاجتماعية والتوجه إلى أقرب مكتب للتأمينات، حيث تنتشر هذه المكاتب في جميع المحافظات لتلبية الاحتياجات الخاصة بالمواطنين. بتمثل زيادة المعاشات السنوية جزءا أساسيا من برامج الحماية الاجتماعية والتي تنفذها الحكومة المصرية لدعم المواطنين وفي ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، بتظل هذه الزيادات أداة لتخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق التوازن بين الالتزامات الاجتماعية ومتطلبات الحياة اليومية. إلى هنا انتهت تغطيتنا، كنت معكم أنا رنا عبد الرحمن، نشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.